بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجلة الصحة. أعزائي الكرام، في هذه الحلقة نتحدث عن مرض كاد أن ينتهي مننا جميعا، وهو مرض الملاريا. ونستضيف معنا في هذه الحلقة أحبابي الكرام الدكتورة أميمة محمد جرمة، أخصائية الأمراض الوبائية والمعدية بالمستشفى المركزي. أهلا وسهلا بك دكتورة. أهلا وسهلا بك. الله يخليك دكتور. اليوم إحنا تطرقنا عن موضوع مهم اللي هو الملاريا، فحدثينا عن الملاريا ومن أين تبدأ دورة الملاريا؟ الملاريا هي مرض في الأمبعوضة. الأمبعوضة هي تلت الملاريا. ففي سيكل عن الملاريا، عندنا سيكل واحد في يبقى في الأمبعوضة، والسيكل الثاني بيبقى في جسمنا في البني آدم. فالبداية بتبدأ من الدين الأمبعوضة، يعني الأمبعوضة هيك نادتك، بعدها تترانسميت يعني تديك البلاسموديوم، كل البلاسموديوم والفالسيباروم هي بتديك له، وهو ده كنخش في جسم البني آدم. بعدها بيعمل دورة سيكل وبسبب المرض. نعم. طيب كيف تنتقل الملاريا؟ وهل الملاريا تنتقل من شخص إلى آخر؟ وهل هي فعلا معدية؟ لا، الملاريا هي ما معدية أصلا، هي ما معدية. هي لازم كن أنبعوضة مادك، الملاريا بتجي لك، يعني ده أكيد. أنت كن الملاريا جد لك إلا ما معناتها الأنبعوضة أدتك، وهي ما بتنتقل للنادم إلى آخر، إلا إن كان الأنبعوضة هي تقدر تشيلها، هي تقدر تأدي للنادم، بعدها مش تقدر تأدي للتاني. يعني إذا كان الإنسان مريض بمرض الملاريا، ممكن تنتقل من الدم إلى الإنسان الغير مريض؟ في حالة واحدة بس، في حالة الترانسفيزون، يعني لو أنت نادم عندك ملاريا شالوا دمك وقتلوا نادم آخر، كنت في حالة النادم التالي دول يصبوا له دم، فسبينا الدم ده كنادم أنت في جسمك عندك البلاسموديوم فالسيباروم ده، كن دمك شالوا وقتلوا الآخر، الآخر يمكن الملاريا تمسكه. من غير ده يعني إلا لازم الأنبعوضة تكون جيدة عشان هي تنقل المرض. نعم. طيب دكتورة، هل يعني البعوضة عندها أنواع معينة، وهل في نوع معين من البعوضة هو اللي سبب الملاريا؟ طبعا الأنبعوضات في أنواع كثيرة. عندنا أنبعوضة بيقول لها أنوفيل، الأنوفيل هي تسبب الملاريا، وعندنا أنبعوضة الثانية بيقول لها الأيدس، الأيدس هي تسبب أمراض تانية زي الشيكونغونيا ولا الدنج، وهي أعراضها بتشابه أعراض الملاريا، يعني وجع راس، حمى، وجع بطون. ففي معظم الحالات في يمكن الناس يختلطوا بين المرأة الأمراض دي أو الملاريا. طيب كيف نحن نقدر نفرق بين المرض اللي هو الجديد ده والثاني؟ كيف نقدر نفرق بينه؟ إلا الإكزاما، يعني في أشياء الشيكونغونيا مثلا هي بتنتي وجع راس وحمى وعندها وجع جلد بس، وبس الجلد حقها يعني حار شديد 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 مرة واحد. بس في معظم الأحيان الملاريا تبدأ تجي وجه جسم، فلناس يفرقوا نهائي بين الأمراض دي لازم نعمل الإكزاما. نعم. طيب دكتور، هل متوفر أنواع البعوض الموجودة الآن اللي هي مسبب لأمراض أخرى غير الملاريا؟ أكيد موجودة. متوفرة. نعم متوفرة. متوفرة في إتيوت، يعني في أبحاث كان عملوها في الألياف في سن قبل ده، وفي الأبحاث دي يعني وصف الأيدز دي هي موجودة في كل تشات، يعني بتشولي من تبستي لغاية جنوب تشات. نعم. وطبعا الأنوفيل هي كلها موجودة في كل تشات. طيب أنواع الملاريا الأخرى، هل فعلا هي برضو تتكاثر في المستنقعات وفي المياه ولوين تلدى وين يعني؟ أو أنواع الأنبعوضات الثانية. أيوة. نعم. طبعا هي كلها في المياه تتكاثر، في المياه وفي الوسخ وفي الشدر، يعني أي نفس هي بتعيش في نفس المكان زي الأنوفيل اللي هي تجيب الأنبعوضة، الأيدس كلها عندها نفس الكومبارتمان. طيب من أكثر الولايات الآن موجودة فيها الأنواع الثانية دي أي ولاية؟ والله حاليا ده في لست، في شمال تشاد،
واظن حاليا كل في قبل 3 سنة كان ابيديميا الشيكونجونيا، وحاليا عندهم ابيديميا على الدنج. بس زي ما قلت الايديز هي موجوده في اي مكان، وفي جنوب تشاد اظن 2021 عندهم ابيديميا على فيفر جون. فكل الامراض دي يعني جبتي سببها ده الامباودات، بس ما امباودها عن الملاريا بس، الثانيه اللي اسمها ايديز. أحباب الكرام نتابع التقرير التالي. في موسم هطول الأمطار الغازية يتكاثر فيها البعوض بسبب مياه الأمطار والبركة المفتوحة، حيث يتكاثر البعوض في المياه الملوثة بالميكروبات وفي أماكن الأوساخ. لدغة البعوض يسبب في انتشار الملاريا، مما يؤدي إلى بعض الأعراض مثل الحمى والصداع وغيرها. ويقول الدكتور إن في هذا الموسم يستقبل المشافي ومختلف المراكز الصحية العديد من الأشخاص المصابين بالملاريا، حيث يتم معالجة الحالة الخفيفة في مراكز الصحية والحالة الصعبة يتم معالجة سريرية. أضاف الدكتور إن بعض الأشخاص يعالجون بالأدوية الطبيعية أو أخذ بعض الأدوية الغير مقررة من قبل الطبيب، وذلك يؤدي إلى زيادة في المرض كما هو الحال هذه السيدة. لكن ما رغبت يعني نروح شيء كي وبطن على مين رغبت هلا داب أول لا وكان نروح فوق مين رغبت من بيت دشين تيبرت ستة وجربة صلاة ومن من برا من أنت ما هلا نو هلا بين حس آخر وجر دين والله قال في راس دين من هسه شيء كبير للتبي. وفي هذا الصدد نطلب من كل المواطنين استعمال الناموسيات المعقمة من أجل التفادي من مرض الملاريا. كما ناشد الدكتور للمواطنين التوجه إلى المشافي ومراكز الصحية عند استشعار بهذا الأعراض، وخاصة في موسم الأمطار. دكتورة تابعنا التقرير، ما رأيك؟ والله يعني التقرير ده ممتاز عشان أي مشكلة الملاريا حاليا من الأسباب خاية الدواء قاعد في التقرير ده. وفي التقرير ده كنا نشخصه يعني زي ما شفنا الملاريا دي أسبابها شنو؟ أسبابها الألم الراقد، الوسخ، القش. فالوسخ والقش والألم الراقد ده وزارة الصحة يقدر يشوفه، عين المردانين يداوم، لكن الوسخ والقش والألم الراقد ده إلا الميري هو يقدر اسمه شنو يعدل المكان ده. وعشان ده كنا دور اسمه شنو نحارب الملاريا ده، لازم الميري تكون في السنتر، يعني هي تكون اساس من اللوت كونتر الملاريا. بس مع الاسف هسه حاليا ما كان شوفوا، يعني عندنا مثلا الفو مونديال مع البروجرام هم بدوا الدواء وبنتوا السنجي وكل شيء، بس ده ما كافي، ده قاعدين نحاربوا الكونسيكونس. لكن الحرب تبدا من البيئه، اكو طبعا الحرب تبدا من البيئه، يعني تانك انينا ما انتينا لميري لوت هنا ملاريا ده، يعني ما نقدر يعني ده نهائي نجينا نقول ننتو دواء ننتو سنجي، لكن ده ما حلل الحلل ده البعوض اللي لازم اسمه شنو تبدا من البيئه، يعني ده اكيد محل البعوض هي اللي بتعيش وبتتكاثر، مفترض هي تحارب دي بس تحارب. وهي في 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 دول قبل عملوها في اوروبا ايطاليا كان عندهم ملاريا، يعني مش انينا هسه بس فهموا يعني سووا شنو البيئة، حاربوا عدلوا البيئة السنير الألم وكل شيء، وبعد خلص المعوضة بتفوت. يعني هو ده شغل إيفيدان، يعني ده لازم نبرة من ده. ما هي أسباب الملاريا؟ أسباب الملاريا هي المعوضة، يعني المعوضة كان أدتك هي دتيك البارازيت الاسمه شنو فالسيباروم. يعني هسه في تيادا وفي بارازيت في نوع 4 فالسيباروم فيفاليكس اوفاليكس، ولكن هنا الجاهد في تيادا الفالسيباروم. فالفالسيباروم كان خش في جسمك ده بعد دخلص هو بيسبب لك الملاريا. طيب في بعض الاحتقادات الناس انه بيقولوا يعني ماكولات الخضروات وكذا، يعني فيها بعض المأكولات أو بعض المشروبات يقولوا إنه هي مسببة للملاريا، ما رأيك؟ لا لا، ما في ولا مأكولات ولا مشروبات، ولكن علمي دقاك ولا كل الكلام ده ما سي يعني أنت التانكي البودة ما عادتك أنت ما بتلقى ملاريا، إلا كن مش ما قبلت هسه كن سبوا لك دم هنا نادم عند ملاريا ده يمكن بسي، بس تاكي البودة ما عادتك نهائي ملاريا ما بتجلك. عشان ده أهم شيء ده اسمه شنو حارب المبعوضة. طيب حدثينا عن أخطر الأعراض الملاريا. أخطر الأعراض اللي هو الأنيمي الفقح في الدم، يعني نادم الدم ينقص، وإذا كان دم نقص أكيد لكن ما عندك دم الجسم ما يقدر يشتغل.
أعراض تاني الباريديسم يطلع لك في الرأس. نعم. يعني المرض الفالسيباروم ده هو بلمس الأورجان عن الجسم من دمدم الرأس كن طلع لك في الرأس ده كله خطير يعني آدم يمكن يموت. وده معظم الحالات نلقاهم في إيادة الدقاق الأمين الخلبانين والناس المسنين. شاب عنده صحة في المفروض أنين كم علينا عايشين لما بعودة تأكل فوقنا كل ما يوم في المفروض الباليوكين ده ما بقى لنا خطير وما بقتل في المفروض كن كتل ده إلا يا إما في مرض تاني يا إما النادم في جسمه عنده مشكلة تانية ما كده عامة ناس اللي عايشين في مكان الأنبعوضة دائما هو بأدي فوقنا خلاص اسمه شنو أشاكفة بأدينا ده علينا ندفلوبي الانتيكور المعد ما عارفه بيعرف لكن الانتيكور اللي ديفلوبي خلاص بخلينا كن اخر جيل ما بقى لينا تقيل مضاد يعني مضاد قالوا لك يلا الدقاق هم لسه ما عندهم وقت تسوي الانتيكور ناس المسنين مع الجسم مع السن سوري الانتيكور بينزل اوين الخلبانين طبعا هم ضعاف عشان دهم بقى لهم سحب شويه نعم طيب ما هو افضل علاج لكونه انه مثلا يعني يكون في مضاد في علاج معين يكون في مضاد قبل ما الباليت تصيبك انت تكون شنو عندك حاجه مضاده والله المضاد ده انين الجايدين عايشين في مكان الانبعوضه جايده ما لازم زي ما قلت عشان هنا كم الانبعوضه كل بيدينا كل مره نقص انين الجسم كسوى لكن مثلا نادم ما عايش في مكان عنده فوق انبعوضه وبجي من برا وعامه الناس اللي بيجوا من الاوكسيدون وهم بجوا هيني هم بكاش من الجنبه وده ما في خلاص كنجو هيني ده لازم يشولوا كومبريمي الكومبريمي اللي بخليهم بريفنسيون لبعوضة ما يقربوا في الأوين الخلبانين يقدروا يشولوا هم كله فانسيدار في دواء بيشولوا شمسك دوزيمين دوزيم مادام مترازيم تلمس رانا جرسيس اقوم يشولوا عشان البعوضة ما يقدم لكن انين الجايدين هنا تخيل انين عايشين مع فنشولوا الكمبريمات كل ما لا مستحيل يعني نعم. احسن شيء ده الانبعوضة اللي بس نقتلوها نحارب الانبعوضة اللي بس نعم طيب دارين تحدثين عن مضاعفات الملاريا مضاعفات الملاريا يعني في الملاريا هي شنو بتسببها بعد ما هي تكون ملاريا في حاجات تانية بتصحوا انه يكون في مرض تاني والله الملاريا زي ما قلت هي يعني تقدر تسبب الانيمي يعني تنزل التوهان الدم في الجسم وتقدر تسبب فشل في الكلى يعني المواد تقدر تسبب فشل في الكلى تقدر تسبب تطلع في الراس تسبب سكون ابيلا اسمه شنو انسفاليت نادم عند باليو خلاص يدخل في كوما يعني في غيبوبة فده أعراض الخطيرة للملاريا نعم طيب أنواع الملاريا عندها أنواع ما هي أنواع؟ أنواع يعني في الملاريا السامبل قولوا باليوديسما سامبل يعني ما عندها زي ما قلت حمى وجراس وجسيسم يمكن جديف مكان وعي البطن يمشي ده بقولوا باليوديسما سامبل وفي الباليوديسما جراف اللي هو أنيمي أنسفاليت أو فشل من أخطر الأنواع. طيب حدثينا عن يعني مدى خطورة الملاريا بالنسبة للمريض نفسه. بالنسبة للمريض نفسه الملاريا تكون خطيرة للأمين الخلبانين للإيالة الدقاق وللناس الأولاد المسنين. للناس الجن يعني كن ملاريا جت عادي ومشت خلاص يعني بشيل الدواء بعدها بداوي ما عنده أي مشكلة. بس كنادم انت جات لك مرض تاني او انت في جسمك عندك مشكله تانيه يمكن تسبب لك خطورات تانيه في الجسم فزي ما قلت حتى فشل الكلى يمكن الملاريا تسبب عشان النادم عنده في جسمه امراض تانيه او هو في جسمه عنده فيبلس عنده شغل تاني يمكن يخليها الملاريا دي ما تبقى حين بس تبقى له سيفير يعني صعبه تتجدد له خطيرة تمام طيب دكتورة كلمينا عن أعراض ملاريا التايفويد كل الناس بتشكي من مرض التايفويد وإحنا دارين تورينا عن أعراض التايفويد وكيف لأي مرحلة توصل للتايفويد والله صراحة أنا مبسوطة من السؤال ده فأنا عايزة أقول ما في مرض اسمه باليو تيفويد يعني أنا كنت في سنسيبيليزاسيون مكان واحد وخلاص ناس قالوا لي يعني في ملاريا في تايفويد وفي ملاريا تايفويد يعني انا كنت انصدمت قلت ده نكون مرة ورا انا بعد ما كمل قرايه نكون جوارة نعم يعني نهائي
والله كنا اليوم في الـ في الـ في الاميسيون ديك الناس يدلوا ريتينير شغل ده ما في مرض اسمه باريتي فويت نهائي خالص خالص ما في يعني الملاريا شيك التيفويت شيك زي ما قلت هسه قبل ان احنا السيرفيس دو سانتي عندنا رول كبير في الديانوستيك وفي ارشاد المواطنين نعم فكنادم جدا هذا المسيسولو قلت بس فيدال ثاني شيء نوري اليوم في الاميسيون ده مهم اصلا الفيدال تيست فيدال ما تيست هنا تيفويت ده ما تيست هنا في تيفويت انا كدكتور يعني هسه قلنا خدي من دي قديم 13 سنه فيدال يمكن سألته يمكن بس مرتين يمكن بس مرتين اصلا الفيدال ما هنا تيفويد نهائي فوالله كنا كنا الرساله اللي تقدر تمشي اليوم فمهم طبعا ما نقول التيفويد ما في التيفويد قايد التيفويد كله هو بدي من الوسخ يعني اساسا من الوسخ البكتيريا تكون ما نقول ما في بس ديانوستيك حقا الحس حاليا في جميعنا قال نشيفة ده نعم. يعني ما عادي وده عنده كونسيكونس بيسكو هو الفيدال لا يعني في بليزير تيب وخلاص المرضى لكن عنده بليس واحد خلاص يا هائك ما انت تلاقي ده وهو ما بطلع من راسه الا يقول الا هو عنده تيفويد تيفويد اصلا هو اصلا الانتربريتاسيون انا الفيدال ده كله ناس ما قاعد يسوي اديل بيسكو الفيدال لا ما الميدسين بس قاعد يساله يعني اي نادم بقدر بساله كان يقول اي نادم يعني في فارماسي كي مشيت ينتوك وينتوك ينتوك وشغل انا فيدال في كابيني دي سوان مكان الانفيرميي يمكن ينتوك فعندك عندك بلس واحد النادم ما بخصت الا يدو دواء ده ينتوك انتيبيوتيك واصلا الانتيبيوتيك النادم ما يقدر يشيله مش الا فنهائي مرض باليتيفويد ما في يا اما ملاريا يا اما تيفويد الكلام حقنا اليوم ده انا يعني خلاني ممكن سرحت بعيد لانه التيفويد دي احنا كلنا نشكو ان احنا عندنا التيفويد وانت الليله جيتي نفيت انه ما في تيفويد فدي تكون حلقه ثانيه لا لانه موضوعها طويل جدا لا انا ما بقول ما في تيفويد قلت نعم. المرض قائد بس يعني على حسب عقليتنا يعني على حسب مواطنين احنا ما بنتقبل انه ما في تيفويد في هنا في تيفويد لكن عايزين نعرفها يعني هي كيف لا ما هي يعني مش شخص لك كل الزول بيشخصوا لي انت عندك تيفويد ما هم بيشخصوا لك على عقليتنا بالاكزامال ما عادل نعم ده المشكله ايوه نعم. الاكزامال بيسوى الفيدال فيليكس ده مش اخصه فوق فعلا حتى الطبيب بيتوقف على التحليل اوكي صح بس نعم. التشخيص انا التيفويد بالفيدال فيليكس ده الخطا وده الخطا فالتيفويد طبعا هو مرض موجود مش قلت هو مش زي كان مكان شنو وسخان الايدين ما وسخان التيفويد قاعد يعني أيوة. انا اندمك في جاده اندمك للتيفويد نعم. بس تشخيص الحس انا قال لي الشيفه ده يعني تشخيص خاطئ تشخيص خاطئ ممتاز نتحدث عنها فيما بعد ان شاء الله طيب دكتوره دارينك بعد ما تكلمنا عن اعراض التيفويد طيب يعني احنا دارينا لسه تتكلمينا تشخيص الملاريا الصحيح اوكي بعد ما طرقنا كده تشخيص الملاريا الصحيح يكون كيف تشخيص الملاريا الصحيح هو التدير بقول لهم تيست ديانوستيك رابيد يعني في تيست ديانوستيك رابيد هسه قاعد في اي مكان في سنتر سانتي اظن بلاش نعم وده يعني من تشخيص الصريح والصحيح للملاريا نعم. بعد ده نقدر نعمل الجوتي بيس يعني نشوله عنيه صغيره في الدم وبعد ده يشخصوها نعم. بس المشكله هنا الجوتي بيس ده اللابورانتين البقري كان هو ما سوى عدل ما هو ما متخصص في قرايته اوكي ده يعني يقدر يقول في بالي جسم ادورك هو بالي جسم ما في عشان ده التدير ده هو مهم في 2020 في ابيشي كان قبل ما ايبيديميا شيكونغونيا تبدا ناس فاتوا لابتان قاموا يمشوا في سنتر سانتي بس كان عندهم اعراض تشبه اعراض الملاريا فخلاص يوم مشوا جاي يقولوا اصلا هي البوبيلاسيون بتعرف للمرض لو كان ما بقالوا يقولوا كورنيالي مشوا في سيرفيس دي سانتي عملوا التدير نيجاتيف ما عندهم بالي ما يعني مهما اسمه شنو مالغريك التدير نيجاتيف كم سيرفيس دي سانتي هسا امراض الكيشيكونغونيا كيندينغ يعني هي يعني جديده فالناس ما موالفين يتعاملوا معها لا نهدم عند فيفر بالي عند فيفر بالي فويدين انتم دواء انا بالي مالغريك التدير نيجاتيف خلاص ورد شغل اليوم خلاص شتى وشال الحله وبقي كثير خلاص رسلوه في جنبنا وشفناه قلنا شيكونغونيا
فطبعا الناس ده عندهم اعراض على بالي بس ما بالي وهنا فين جنبنا كل نفس الشيء. يعني انا اسمه شنو بكام قبل سنه كنت قاعد ندرس برا سنهابه جيت خريف واجا وخريف جنا اسمه شنو ناس دا بالي سواء يعني البوبلاسيون بيقولوا بالي بالي ده يعني عنده حمى عنده فيفر خلاص بالي سواء وناس ماتوا هو ده يعني مستحيل. بكل التأكيد قبل 3 سنوات كان في ملاريا ماتت كان الوفيات كان بكمية كبيرة جدا قبل 3 سنة. مستحيل يعني مستحيل بالي جسم بس يجي ويكتل مش الله إلا كشغل تاني فيه. وحس أنا نسمع في الكوميونيتي ناس بيقولوا آه شغلة بالي بالي مات. أوكي نادم كبير نوع مرة خلبانة لا ولسه خيال لا نادم شاب بالي بالي مات بالي بالي يعني ده عادي عشان ده مهم مهم وزارة الصحة تعمل دي ريشيرش يعني تعمل أبحاث عشان يعرفوا ماله في الكوميونيتي الناس قلبوتها. طيب دكتورة بالنسبة لي وزارة الصحة يعني السبب شنو اللي بتخلي إنه وزارة الصحة ما تحارب البعوض؟ إحنا عايزين نعرف الأسباب. ما ده بس زي ما قلت ليكي في المفروض ما الوزارة الصحة، الوزارة الصحة هي تخدم لكن تخدم مع الميري. يعني الميري كلها لازم يعني متركز على البلدية يعني تركز على البلدية يعني البلدية لازم يدوها بكانها في حاربين عن الباليوجيسم عن الملاريا والتانك الميري ما انتوها بكان الحاربين بلاديا مستحيل ما نقدر يعني ما خلينا نعملوا إيليزيون سي با بوسيبل يعني الميري لازم تشيلها مكانها وفي حاربين البعوضة يعني أنا نقول 70% يكون الميري يعني هي لازم تاخذ شنو مسؤوليتها وهي تحارب البعوضة علينا وزير الصحة ده مالنا المردانين المردانين كنجو كنادو مردان ما في لأي نقدر نسوي شغل أبدا طبعا أبدا ما نقدر نسوي شغل. نعم طيب كلمينا عن أحدث العلاجات ونتكلم عن الوقاية. اوكي احدث علاجات هسه هي علاجات الجايدين ده زي ما اقول توتالير سيسون دي اسمه شنو كومبريمي وهم اصلا الكومبريمي عندهم دواء تنين فوقها دواء تنين معلاه باسكو بالي جسم يعني هو مرض تري انسيان والامباو ده زي اي اجون انفكسيو كين انتو قد تحاربوا ده هو بيصير ريزيستانس يعني هو كله بدور بيش هو كله خلاص بحاول بقاوم هو كله بقاوم ففي ريزيستانس في الانباع في الدواء الاول قاعد مش يعني يوم دوقات بقى نشولوك نيفاكين لكن هسه مثلا نيفاكين ما قاعد يخدم ولا نيفاكين ولا كولوكين ما لا عشان الانباع ده عندها مقاومه تطورت فهسه الادويه القاعده ده هو صحيح نادم في نفر كثير لكن هو كومبريمي نادم تشيلها يا اما تشيلها مره واحد ويدين ده فجر وعشيه ويدين تشيلها 3 غشومات لكن هم في لبهم ده عندهم دواء تنين في لبها بعد ده في التريتمان انجكتابل النيتويتانو بالابره وزي ما قلت التريتمان انجكتابل في حاله باليوديسم خطير او نادم جاي بيجدف ما يقدر يزور الكومبريمي ده ينتو الانجكتابل الانجكتابل كله يبدو بالانجكتابل لكن لازم يكملوا بالكومبريمي. نعم طيب هل دكتورة طالما انتو في قسم الوبائيات هل في مصل معين ممكن الانسان يشيله كمضاد للملاريا؟ والله مضاد للملاريا هسه حاليا ده الا للأوينة الخلبانية زي ما قلت الا للأوينة الخلبانين ده يقدروا يدوم لشعب ناس القايدين ده كم انينا قايدين في تاي زون انديميك على باليوجيسم ده كنالهم يعني تشيل كل ما يوم ما ببقى وهو اصلا الدواء ده عندها يعني ما البافار اسمه شنو افي سيكوندير في الجسم فكلنا لازم تكون سيئة تشيل الدواء ده احسن ده تحارب الامباوده. نعم طيب الوغاية منا حاربين الامباودة حاربين الامباودة وبالتالي حاربين الامباودة يعني آخر شيء لازم الميري تشيل مسؤوليتها واحنا عايزين توصي يعني هسه كده تدينا توصي طالما ما بقت محاربة احنا كمواطنين طلعنا برا للشيء لكن احنا عايزين توصي لا المواطنين كلها طبعا المواطنين كلها عندهم دور يقدروا يسووا يعني il peut faire يقدروا يسووا action pour leur santé اللي يسووا شنو نادم انت الوسخ ما تدفك في شعري ممتاز عندك قش في البيت طهرته ما تخليه يقعد اشياء كنجا الايال الدقاق حتى الناس الكبار ينوموا في سنجي دوميستيك امبرينيي شغل الشعب يقدر يسوي ويعني ده كله يسووا ما بسيط يعني مهم
بدك تسوي لها موسيقى ما بصير مهم المحاربه بعد... تبدا من داخل البيت اكيد طبعا من داخل البيت بعد ده الميري هسه مشي في كارتيه ويدين في المي جاي يرقد طبعا ده الشاب ما يقدروا يجوا لا ده الا الميري تجي وتسي خدمتها فالالمي الراقد والكانيفول وسخان والوسخ في الهيل ده بس كينقشينا لمبعوده بتفوت عشان اصلا لمبعوده ده عندها كو عندها كو يعني كو للنادم المردان وكو لاهلها الدواء اللي هنا باليدا يعني ما ساكت عند قرص وانت كنادم مردان راقي الثلاثة يوم ده كن عندك كوميرسان ما تقدر تخدم كن عندك خدمة ما تقدر تمشي كن باليدا لك انت صعب ده ناس القايدين معك ده سيسولي بوب انديريكت ناس القايدين معك ده بخلوه خدمتهم بوجه بقود معك وده كل كي يعني سمو شنو انترفين في دان لا بوفيتي بس كنادم مردان ده ما يقدر يخدم ما يقدر يخدم ما عنده قروش ما عنده قروش طبعا ما عنده ما يقدر يعيش حياه اجتماعيه حياه اجتماعيه ده نعم. كويسه نعم طبعا وصلنا لنهايه برنامجنا لو عندك كلمه اخيره والله كلمه اخيره زي ما قلت واحد نحارب لمبعوده اثنين ما في باليتي فويد نهائي مرض اسمه باليتي فويد ما في نهائي ثلاثه دواء هنا الباليديسم سامبل ما الانجكشن يعني انت الباليديس انسان تشيل حبوب ثلاثة يوم هسه الحبوب القليلين دي كلها ثلاثة يوم كان انت عندك باليديس مجراف ولا ما تقدر اسمه شنو تكدف ما تقدر تزور الدواء ده تقدر تمشي لبتان يبدو لك بالإبرة وبعد ده يكملوا لك بالكمبريمي أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه وكانت معنا الدكتورة أميمة محمد جرمة من المستشفى المركزي أخصائي الأمراض الوبائية دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.